الطفل الرضيع. بيبا وجورج يزوران ابنة العم كلوي. اليوم مثلما ستقابلان كلوي ستقابلان ابن عمكم الجديد. بيبا وعائلتها وصلوا منزل كلوي. مرحبا. أهلا بالجميع. مرحبا بيبا وجورج. هذه كلوي ابنة عمي بيبا وجورج. لكن أين ابن عمنا الجديد؟ ها هو ابن عمكم الرضيع. ابن العم الجديد هو رضيع صغير. إنه طفل جميل. أهي فتاة رضيعة؟ لا، إنه صبي. تمنيت لو كانت فتاة. أنا أيضاً. جورج سعيد لأن الرضيع صبي. ديناصور. الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات. جورج، الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك، بل يريد اللعب معي أنا. بيبا، إنه صغير جداً على اللعب بالكرة. لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة، ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا. أنتي بيج، هل يمكنني حمل الطفل؟ أجل، إن توخيت الحذر يمكنك حمل ألكساندر. ألكساندر؟ هذا اسمه، الطفل ألكساندر. يا له من اسم كبير على طفل صغير. إنه لطيف بالرغم من أنه صبي. ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاضة ألكساندر. هذا مقرف. بيبا، عندما كنت طفلة ارتديت الحفاضات. أنا لم أفعل. أمي، أألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل. بيبا بيك. الأنسة أرنبة تقود الحافلة. وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار. مرحبا جميعا. أهلا بيبا. كل أصدقاء بيبا هنا. هل يمكننا ركوب القطار؟ أقوم بجولة تعليمية بالحافلة للأطفال الصغار. هل القطارات تعليمية؟ أجل، بالتأكيد. ليرفع يده من يريد ركوب القطار الآن. وليرفع يده كل من يريد البقاء في الحافلة. حسناً، لتذهبوا إلى القطار وسأتبعكم في الحافلة. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم. بيبا بيك. كل طفل لديه خطاف ليعلق عليه معطفه. اليوم لدينا طالبة جديدة، الفيلة أميلي. أهلاً أميلي. أهلاً. أميلي خجولة قليلاً. من سيري أميلي أين تعلق معطفها؟ أنا. أها، نحتاج فقط واحداً. بيبا، أري أميلي أين تعلق معطفها. أجل سيدة غزال. كل منا لديه خطاف للمعطف. هذا الخطاف لك يا أميلي. أميلي تعلق معطفها على خطافها. الآن يا أميلي، ما الذي تودين فعله اليوم؟ تلوين؟ صلصال؟ بناء مكعبات؟ لا أعرف، ربما بناء المكعبات. والبقية؟ تلوين؟ صلصال؟ بناء مكعبات؟ بناء المكعبات. يا إلهي، بناء المكعبات محبوب. الجميع يريد الجلوس بجانب أميلي. أميلي، عليك وضع مكعب فوق الآخر هكذا بالضبط تماماً. من الأفضل أن تضعيهم جانباً إلى جنب. لا، هكذا يا أميلي. بل هذه الطريقة الصحيحة. لا يا أميلي، هكذا. الجميع ساعدها جداً، لكن أميلي، كيف تودين اللعب بالمكعبات؟ لست واثقة. قد أفعلها هكذا. رائع. بيبا بيك. كلوي، أهو شيء جيد أن لديك أخاً رضيعاً؟ أجل، ألكساندر لطيف جداً. تمنيت لو أن جورج رضيع صغير لطيف. أعرف،
جورج يمكنه الدعاء أنه رضيع صغير ويركب عربة دميتي. فكرة جيدة. لا، جورج لا يريد أن يكون رضيعاً. جورج، إن ادعيت الآن أنك رضيع أعدك أنني سوف أكون لطيفة معك دائماً للأبد. جورج يفكر. ويمكنك اللعب بألعابي. جورج يفكر بجدية. حين نعود للمنزل ستلعب بكل ألعابي. لقد قرر جورج. يا له من رضيع لطيف. ها هي القطة كاندي والحمل سوزي والأرنبة ريبيكا وزوي. أهلا. لماذا جورج في عربة الدمية هذه؟ هذا ليس جورج، إنه طفل رضيع. لكن هذا جورج. جورج يدعي أنه رضيع. أهو فتاة أم صبي؟ إنه فتاة. لا، جورج لا يريد أن يكون فتاة. حسناً، إنه صبي. أنا لدي بعض البسكويت، أيود الطفل الرضيع واحدة منها؟ أو لا، لا يمكنه أكل البسكويت. جورج يحب البسكويت. ربما يمكنه تناول واحدة. إنه ذكي جداً وأيضاً وسيم للغاية. مضحك جداً. إنه أفضل طفل رضيع على الإطلاق. جورج يحب هذه اللعبة. بيبا بيك. بيبا وجورج أتيا للعب بحديقة الجدة والجد. ما تلك الضوضاء؟ إن الجد يصنع شيئاً. أهلاً يا بيبا وجورج، توقيتكم ممتاز، لقد أنهيت صناعتها للتو. أيمكن أن نعرف ما هي بالضبط؟ سأريكم. واو، قطار لعبة صغير. هذه ليست لعبة، هذه جيرترود، إنها نموذج مصغر للقطار. ألا يحتاج لسكة حديدية للسير؟ أوه لا، وضعت بها عجلات سيارة كي تذهب لأي مكان تريده. جدي، أيمكننا ركوب جيرترود؟ اصعدا. سنسير بأقصى سرعة. إلى اللقاء يا جدتي. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يحبان قطار الجد الصغير. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم، والصغار على القطار هوب 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 هوب، والصغار على القطار طوال اليوم. ها هو الكلب الجد ومعه الكلب داني. مرحبا. أهلا داني. أرى أنكم تلعبون لعبة القطارات. لعبة؟ جيرترود ليست لعبة. كيف حال شاحنتك الصغيرة؟ شاحنتي الصغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل. جدي، أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني، إن كنت تحب اللعب بالقطار. شكرا يا جدي. أراك لاحقا. بيبا بيك. وقت اللعب. إيميلي، أتودين اللعب مع الآخرين في الخارج؟ إن سمحتي. فلتأخذوا إيميلي لمكان اللعب. أجل سيدة غزال. وقت اللعب، بيبا وأصدقاؤها يلعبون بالحديقة. لن تمسكني. يا للضوضاء. هيا لنرى من الأكثر صخبا. حسنا، أنا أولا. كان هذا صاخبا، دور الحمار الوحشي زوي. والحمل سوزي. والكلب داني. كان هذا عاليا. دوري. 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 بيبا هي الأكثر صخبا. إيميلي، دورك. أنا لست واثقة. أرجوك يا إيميلي. حسنا، سأحاول. يا إلهي، كان هذا صاخباً. رائع. بيبا بيك. ها هي أنتي بيج وألكساندر الرضيع. واو، طفل صغير رضيع حقيقي.
إنه جميل جدا، ألطف بكثير من جورج. جورج أحب كونه الطفل الرضيع. أوه جورج، ستكون دوما طفلي المحبوب الرضيع. حان وقت لعبة جديدة، ماذا عن مطاردة الديناصور؟ مخيف جدا. جورج أحب كونه الطفل الرضيع، لكنه يحب كونه جورج أكثر. بيبا بيك. إيميلي، أتودين لعب لعبتي المفضلة؟ ما هي لعبتك المفضلة؟ القفز في برك التين. لعبتي المفضلة أيضا. فيبا تحب جدا القفز في برك الطين. إيميلي تحب جدا القفز في برك الطين. يبدو هذا ممتعا. هيا. السيدة غازيل تحب جدا القفز في برك الطين. الجميع يحب جدا القفز في برك الطين. إيميلي، هل استمتعت بأول يوم للعب معنا؟ أجل سيدة غازيل. أرى أنك حظيت بأصدقاء جدد. أجل. إن الفيلة إيميلي هي صديقتي. وصديقتي أيضاً. وأنا. إيميلي، من تحبين أكثر؟ أحب سوزي وداني وزوي وربيكا وبترو وأيضاً بابا. بيبا بيك. الكثير من الطين. لا نريد أن نعلق في الطين، ربما علينا الذهاب بطريق مختلف. إنها مجرد بقعة من الطين. هيا يا جيرترود، يمكنك فعلها. هيا هيا يا حافلة، ستفعليها. الحافلة علقت بالطين. يا إلهي. أهلا يا آنسة أرنبة، كيف حالك؟ أنا عالقة، أتستطيع مساعدتي؟ بالطبع. شاحنتك قوية كفاية؟ ثقي بي. أنجح الأمر؟ لا، نحتاج لمركبة ذات قوة أكثر. أيمكنني المساعدة؟ إنه شيء يمكنني التعامل معه. شكراً. أنا لدي فكرة، يمكن لقطار جراند بابيك سحبي من الطين. هذا تفكير جيد. قطار الجد سيسحب الحافلة من الطين. أقصى سرعة. هيا يا جرتود. هيا يا جرتود. مرحبا. أوه، عمل رائع. كم هو مذهل ما فعلته بقطار لعبة. لعبة؟ جرتود ليست لعبة. جرتود أفضل قطار في العالم بأكمله على الإطلاق. Hehehehe